يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسأل: كيف يعرف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى غفر ذنبه وقبل توبته؟ لا أحد يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن المؤمن يرجو أن الله يقبل توبته إذا تاب توبة صحيحة، ترك الذنوب وندم على ما حصل وعزم أن لا يعود إليها في المستقبل، فإنه إذا توافرت هذه الشروط هذه علامة على صدق التوبة وعلامة على قبول الله لها، لأن الله وعد من تاب توبة صحيحة أن يتقبل الله منه، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله جل وعلا لا يخلف وعده، ولكن الشأن في العبد أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته. من علامة قبول التوبة توفر شروطها، لأن يترك الذنوب ويعزم أن لا يعود إليها ويندم على فعلها، وإذا كانت هذه الذنوب مظالم للعباد فإنه يستبيح منهم ويرد عليهم مظالمهم إذا طلبوها. وكذلك من علامات التوبة، من علامات قبول التوبة، صلاح العبد إذا كانت حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبل، ووجد من نفسه إقبالا على الطاعة وبغضا للمعاصي، فهذه علامة على قبول توبته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.